جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شعبان كاملا، يقول من عادتنا على مدى سنوات أننا نصوم أنا وأهل بيتي هذا الشهر كاملا، ثم يأتي رمضان فنبدأ به. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصومه كاملا، وإنما كان يكثر من الصيام فيه ولكنه لا يستكمله، ما صام شهرا كاملا إلا في رمضان كما في الحديث. فأنتم على خير إن شاء الله، ولكن استكمال الشهر بالصيام هذا غير مخالف للسنة.